والله موقف الواحد يستحي. أين الأمة؟ أين الناس؟ أين التضحية؟ أين العبادة؟ أين ذكر الله؟ نحن 10 الأخيرة من رمضان الآن تنتهي تمشي خلاص، 10 الأخيرة مش دائم، يعني 10 الأخيرة تمشي، سوف تمشي إذا عبدت الله تمشي معك، وإذا ما عبدت الله تمشي معك، الخسران هو أنت، الأيام تمشي ولكن الخسران أنت، تمشي. ولهذا أيها الإخوة، يعني الواحد يعني نسأل الله عز وجل أننا نتحرى إيمان القلب في قلوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.